الو يا استاذ جلال، مرحبا. مساء الخير استاذ. قل لي شو قررت؟ مش الحال، اجى زبون جديد وبعت الدكان له. كيف يعني بعت لزبون جديد؟ والله هيدا اللي صار. بس نحن ما هيك اتفقنا. يعني ليه ما حكيتنا قبل ما تخلص البيعة؟ يا استاذ صارت هيك باخر لحظة. ان شاء الله الله بيعوضك. مع السلامة. معلم هاي جيت خير ان شاء الله. ليش الكل قلب خلقته اليوم؟ شو قصدك؟ مين في غيري قلب خلقته؟ لك هيدا وسام مدري شو كان بقى معصب. معقول يكون مخانق وفرح؟ شو بعرفني؟ هلا شو بدي بفرح وسام انا؟ انت شو بك؟ ما بعرف خيي. ليه الناس كلهم هيك؟ اي منهم؟ خلص انسى. مبروك استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بدي اطلب منك طلب صغير. اكيد تفضل. بدي اياك تحكي مع استاذ صلاح وتقول له انه انت بطلت بدك تبيعه للمحل. ليش؟ مش مهم ليش. قل له انه انت دبرت مصاري وما بدك تبيعه للمحل بقى. وهو بيبقى فيه. ماشي. بس كيف بدها تصير هاي؟ انه كيف بدي اخذ الاجار منه والمحل باسمك؟ هدول تفاصيل صغيره بنحكي فيها بعدين. المهم انه هذا الموضوع يبقى بيني وبينك وما حدا يعرف. يلي بعرفه انه استاذ صلاح معروف ومقدر وما في منه والله. بس انه ما كنت اعرف انه في ناس بتحبه هالقد. كيف يعني؟ زبوني اللي كان قبلك كمان قال ذات الشيء وقال انه في معروف عمله صلاح وبده يرد له اياه. انا رايحه على البيت بس بدك تعال. شو مبين بينو سنينك؟ قلت لك ايه مينيموم. ايه؟ والله ماشي حالكم ايه؟ خبرك شيء بس توعدني ما بتخبر حدا. خاصة فرح. ليش شو في قلة؟ وعدني أول شيء. خلص أوكي خيي وعد شو في؟ أنا عم بنام عند آية.